بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأكثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الكهنة في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونبع الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يكذب الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، يقول السيوطي بإظهار بذات ما أفضلوه من الكفر ليدفعوا عنه أحكامه الدنيوية كالقتل والأسرة، وهو خادعهم أي وهو مداويهم على خداعهم. فليس بخيلة الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أفضلوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة يعني مع المؤمنين قاموا كسالى يعني متفاقمون يراءون الناس يراءون الناس يعني بصلاته ولا ينكرون الله الا قليلا. هو فسر هنا ولا ينكرون الله يعني لا يصلون الا قليلا يعني رياء. لماذا ذلك بين ذلك اي متردمين بين ذلك يعني بين الكفر والايمان لا الى هؤلاء لا منكرين الى هؤلاء اي الى الكفار ولا الى هؤلاء اي المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة المترجلة المتخيلة أو الحائرة، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغريبة تعود إلى هذه المرة وإلى هذه المرة ومن يذل الله يعني ومن يذله الله فلا يستجب له سبيلا او طريقا الى الهدى. يقول القاطبي رحمه الله تعالى وفي تفسيرها: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يفعلون ما يفعل المخادع من اظهار الايمان وابطال الكفر، والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصيه الدمار والاموال في الدنيا وعد لهم الدرك الاسفل من النار في الاخره. واذا قاموا الى الصلاه اي اذا اتوها قاموا كسالى متفاقمين بل يكره على الفعل فهم مكرهون على هذه الصلاه. قال القاضي بن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفه المنافقين في اشرف الاعمال وافضلها وخيرها وهي الصلاه. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. كما روى ابن مرجوي عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها خلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه إراد الله فإن الله إله يغفر له ويريده إذا دعاه. ثم أتلو أيضا عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة، والكسل التساهل عن الشيء لمشقته. فهذه الآية في صفة غيابهم كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهذا هم لغاهبهم حتى ظاهر إلى قاموا الصلاة يظهر عليهم التساهل والتساهل لأنهم مكرهون عليها. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال عز وجل: يراءون الناس يعني يكتمون بصلاتهم بالرياء والسمعة يحتويهم المؤمنون
قادر نافل ومتابعة أمر الله. ولهذا يتصنفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما قال حمال به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث قال تبارك وتعالى في الله في حيث قال تعالى صلاه المساء الهدى يرسلون فضلا من الله ورضوانه. فنضح ظاهرهم لانهم يرون راكعين ساجدين بل يكثرون الركوع على السجود ركعا سجدا. ثم نضح باطنهم فقال صلاه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدح للباطل يعني بالاخلاص انهم لا يريدون بذلك الا وجه الله تبارك وتعالى. بعكس هؤلاء المنافقين فإنه ظن أولا ظاهرا فقال ولا يأتينا الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتفاقم. يرأون الناس أن من يفهم فأتوى يرأون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رياء وسمعة يحسبه الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم كي يراهم الناس ويحسبوه المؤمنين لذلك كانوا يتخلفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا يكون في هذا الجنان أي مثل الكهرباء والإضاءة الاجتماعية المعروفة لكن فيما هذا مثل هناك إضاءة. لذلك كان الصلاة العشاء والفجر من الصلوات التي يتخلف فيها المنافقون من هذا لأنهم يظنون أن أصلا لم يراهم ولم يشك بتخلفهم لأن أسس إرادتهم وقاعدة العبادة يعني هذه العبادة التي يقومون عليها وهي الكتابة أن يراهم الناس. فإذا أمنوا عقوبة الناس كسروا عنها وتخلفوا عن الصلاة لأنها غفلوا أن يراهم الناس فمتى ما لم يراهم فقطعوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله أو يقول الحافظين ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب كما اعترف حتى يصلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فقام ثم آمر رجلا فيصلي في الناس ثم انطلق معه برجال معهم سجد من حطب إلى قوم لا يصلون الصلاة فأفرط عليهم مئتهم بالنار. وفي رواية والنبي يبكي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سبيلا سبيلا أو مرماتين حسنتين فشهد العشاء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركت عليهم بيوتا. يعني هذا الحديث أصله في الصلاتين لكن أحسب أن هذه الزيادة غير صحيحة ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركت عليهم بيوتا. للأسف هنا التقرير كان أفراده في التقرير يعني كان أفرد أجل الحديث أن هذه الزيادة أحسنها بعيد صلى الله عليه وسلم. هذا عيد أحوال قوله هنا ولا يعلم أحد أن لا يجد عرقا كبيرا يعني من أن ظلم أنه وضعه من المسجد فوران حظا من كبير الدنيا مالا أو طعاما كهيرا أو غير ذلك لا بادر إلى الصلاة. فهو أن النتيجة الإبناء حسيت عنده يقين في الثواب الذي يحسنه إذا كان الجماعة فذلك لا يبالي. لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة وانا تخلف عنها. ولا يذكرون الله الا قليلا فيه حديث ما المقصود من قوله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الاول معناه وهو المعنى الذي ذهب اليه السيوطي ولا يذكرون الله الا قليلا ولا يصلون الا قليلا لانهم انما يصلون رياء ما دام من يركبهم وغدا هناك من يواكبهم فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا. وعلى هذا ستكون الصلاتين قليلة لأنهم يتصلفون متى ما أمنوا أن لا أحد يراقبهم. وتأويل الذكر بالصلاة روي في غير ما آية عن الصلاة يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة الوجه الثاني ولا يذكرون الله الا قليلا يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم الا قليلا ولا يذكرون الله في داخل الصلاه الا قليلا لانهم لا يخطئون ولا يدرون ما يفعلون بل هم في صلاتهم جاهون لاهون كما قال تعالى في غير من المصلين الذين هم عن صلاتهم جاهون الذين هم يرائون ويدعون الناس.
فقد روى الإمام أحمد بن عن علاء بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ينزل يركض الشمس حتى إذا كان بين القرن والسلطان قام فنفر أربعة لا ينصر الله فيها إلا قليلا. فكان رواه مسلم وكثير منهم والنسائي. هذا هو الوجه الثاني، الوجه الأول ولا يذكر الله إلا قليلا أن لا يسميه إلا قليلا، الوجه الثاني ولا يذكر الله إلا قليلا زمني ولا يذكر الله في الصلاة إلا قليلا، الوجه الثالث ولا يذكر الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكرا قليلا في الندرة. وعلى ذلك يكون الذكر بالنعم المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثاني، ان الذكر على النعم الذي يتبادل اذا اطلقت كلمه الذكر. يعني ربهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على طريق الندره. وعليه تدل علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقله ذكره تعالى بتحميد او تهليل او تسبيح، كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لماذا ذلك غير ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يبدل الله فلن تجد له سبيلا. لماذا ذلك غير ذلك هذا الحال من فاعل يرائون او من سهل على الذنب. لماذا ذلك غير ذلك ذلك الاشاره الى الايمان والكفر، الاشاره الى الايمان والكفر. المقدور عليه هنا بمعونة المقام، المقام يعلم على أن نستدل على وجود على أن أنه إشارة إلى الإيمان والكفر. لا دليل بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى الدين ولا إلى الكافرين. كافر ما بعده تكفير الله أي مرددين بينهما متحذرين قد ذبذبه للشيطان والهوى. فحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين، يذب عن يدفع عن كلا الجانبين والمواد، فلا يقر في الجانب الواحد، لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر، بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان ذبذب يعني ذبذب يعني دفع وخرج عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان، إذا ذبذب عن الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا، فلا يقر في الجانب الواحد. إلا أن الذبذب فيها تكرير ليس بالذب، يعني الذب ولا بالدفع. أما الذبذبة فهذا التركيب يفيد الإيه؟ التكرار. لذلك الذبذبة أبلغ من الذب، واضح؟ فأما المعنى كلما نال إلى جانب ذب عنه، فالمعنى المهم الذي يفيد هذه الصيغة التي هي صيغة الذب هذا يعني له كلما، هذا امر مستمر، كلما نال الى ذلك ودفع عنه ودفع عنه ودفع عنه. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يعني لا من ذنبه الى المؤمنين ولا الى الكافرين. ليس المؤمنين مثل شيء وليس مثل شيء مخلصون. فقال مجاهد لا الى هؤلاء يعني لا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه، ولا الى هؤلاء يعني اليهود. ومن يذكر الله عن دينه وحجته فلن يجد له سبيلا اي طريقا الى الصواب والهدى. روى الشيطان عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعيري الى هذه المره والى هذه المره. العائرة هي المتحيره المترتله لا تدري لاي الغنمين تتبع. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا اي برهانا مبينا على نفاقكم. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، في الدرك الاسفل من المكان الاسفل من النار وهو فعلها ولم تجد لهم نصيرا يعني مانعا من العذاب. ان الذين تابوا اي من النفاق فامنوا واخلصوا اي عملهم واعتصموا اي وثقوا بالله واخلصوا دينهم لله يعني من الرياء فاولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتى لهم
وكيف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الأخرة وهو الجنة. ثم قال عز وجل: ما يفعل الله بعوانكم إن كفرتم نعمه وآمنتم بعلمه. ورد الثاني بمعنى النفي، يعني لا يعذبكم الله إن كفرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما، شاكرا أي لأعمال المؤمنين بالإصابة، عليما أي بخلقه تبارك وتعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، هذا نهي عنه ولا في الكفرة، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإبداء أحوال المؤمنين الفاطمة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقي منه الفتاه ويحذرك من الله نفسه، يعني يحذركم عقوبته من كتابكم له عليه. ولهذا قالها هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أو حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم. وقدمت الآية على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين، قال القاتل: وهي الموالاة في الدين والنصرة في الدين، لا المخالقة والإحسان. المخالقة بالقاتل يعني لا يعني يعني ليس في الآية ناهيا عن حب الخلق مع الخلق عامة حتى مع الكافرين والإحسان، وإنما أنه عن الموالاة في الدين والنصرة في الدين. أما حب الخلق فمأمور به مع كله خلق الله، ولذلك ودليله قوله تعالى: وقولوا للناس فتنة، وقولوا للناس فتنة. وقال الزمخشري، ولذلك يعني نفهم الآية من قبل على الفرق بين التعصب وبين التساؤل، ثلاثة من البيان المسيسة التي ذكرها بين الناس الآن. التعصب إنما يكون في المعاملة، مجال التعصب أو التساؤل يعني ليس في الإنسان بالتعصب إذا في مجال العمل في مجال المعاملة لا الكافر، واضح؟ يعني في فرق بين العقيدة وبين المعاملة. العقيدة يعني ما يوجد يكتب بحال حال أن يعني يتصرف في العقيدة ولما تتصرف عقيدة في العقيدة، أي أن الإنسان إذا تمسك بالعقيدة يصير متعصبا. وهذا المتعصب له مجال واحد فقط هو الناحية العملية المعاملات. أما في العقيدة فكفر وإيمان، إما مولاة المؤمنين وإما يعني الاعتبار إلى مستوى مولاة الكافرين والعياذ بالله. ولذلك وهذا يفتح في العقيدة. فالاعتقاد يعني أن تعتقد أن من مات على كفرك وهو في جهنم لأنه يجب أن تجهده بقلبك وأن لا تواليه ولا تتخذ منه مثالا إلى غير ذلك من المعاني المغرب معروفة، ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيدة. أما التصالح فليس في مجال العقيدة وإنما في مجال المعاملات. فمثلا إذا كان عند الإنسان أمير أو عامل أو غير ذلك مثلا نصراني أو يهودي، فمن التعصب أن يحملها فقط قتل، من التعصب أن يؤذيه أو يغير وجه حقها كذا، هذا يكون متعصبا. فإذا حكم الخلق وحكم المعاملة وأداء الحق إلى صاحب الحق حتى لو كان يعني كافرا، أداء حق الجوار مثلا إذا كان جارا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعة، فهذا هو التصادع أن تؤدي إليها بالحدود، والتعصب أن تكلفه ما لا يطيق أو أن تظلمه أو تزور عليه مع بغضك إياه في قلبك. واضح؟ لأن الآية تشهد في التصادع أن الأجيال يكون له شيء متساوي على الإنسان، لا ينبغي أن يتعصب، يقول المسلمون لا يتعصب على الاعتقادات، والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا، لكن التعصب يكون في المعاملة، فهذا هو الذي يطلق عليه التعصب. لكن انا اعتقد ان النصراني قالت في جهنم اذا مات على عقبته او يهودي كذلك، فهذا هو اعتقد اذا تخليت انا عنها رضا بما هو عليه من الدين اكون انا كافرا ايضا، لان هذا معناه رضا بالكفر. فهذا حتى ان سماه يعني كافر مثلا فهذا أكثر الشرك كما ذكرنا من قبل وتسمى ذلك. قال الزمخشري: وهل تعفع
ابن صالحان انه قال ابن اخي الله ثالث المؤمن ثالث المؤمن ويغيره باخلاص ومحبه وموالاه كافيه وثالثه ثالث المؤمن وثالث الكافر والفجر ثالث المؤمن وثالث الكافر والفجر يعني كلما المؤمن خمسا مقاربا مخلصا له ومحبا له ناصحا اما الكافر والفجر فثالثه خلقا يعني احسن خلقه معه ولكن دون ان تتخذ منه وليا خليلا يقول ثالث المؤمن وثالث الكافر والمنافق فان الكافر يرضى منك بالخلق الحسن وانه يحث عليك ان تثابت المؤمن قال ابو سعيد وتوجيه الانكار الى الاراده دون متعلقها بان قال اتجعلون والى اخره بلغه في انكار ذلك يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم من قاعدة مدينة فكان بنيك تعالى أتجعلون الله عليكم في السنة مدينة قال أفردون أن تجعلوا لله عليكم في السنة مدينة أن في هذا الموضوع الكريم فببلاء في إنكار هذا الفعل بتهيئ أمره ببيان أنه مما لا يكثر عن العاقل إرادته فضلا عن سرور الجار نفسه أفردون يعني هنا هذا العاقل يعز عنه مجرد الإرادة فضلا عن إيه؟ عن الكاري نفسه هو أن يضع على الوجود يعني تفضل عن صدور الكاري نفسه كما في قول عبد الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم لكن أنها أبلغ من أن يقال إيه أتسألون رسولكم لكن أتريدون فإن مهارة الإرادة هي المكتوبة للكلام فكيف من كان نفسه لكن أنا أقول بالأولى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا رواه ابن أبي حاتم وابن عباس رضي الله عنه وأنه قال كل سلطان في القرآن هزة كل سلطان في القرآن هزة يعني متى ما جاء ظهر كلمة في القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الهزة فقال قال غيره من أئمة التابعين قال محمد بن يزيد هو من السمير وهو ذهن الزيت من إضاءته أي فإن الحجة ليس عليها أن تكون مزورة فالطريق بالسين الطريق بالكاء السين والكاء الزيت الذي يوضع في المهجة بين يوقنا ويهلئ الناس فالثقة منها كلمة السلطان على أساس أن الحجة من طريقة تكون مزورة واضحة وذلك الطريق وفي الزكائر إنما تم الحجة سلطانا لما يلحق من الهجين على الكلوه لكن اكثر تسلطه على اهل العلم والحكمه ثم قال تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تهوى لهم نصيرا ان المنافقين في الدرك قرات تكون غائبه يعني في الدرك او في الدرك الاسفل من النار او الطبق الذي هو في قعر وهم النار والدرك فالدرك الا انه يقال بثمار الهدوء يعني اذا كنت تهبط فانت تهبط الى الدرج او الدرج اما اذا صعدت فانت تصعد الدرج للهدوء جهد السلطان والصليط يعني كلمه السلطان قيل انها مستقى من الصليط والصليط هو جهن الزيت لبضاءته ثم ولد الاضاءته فالجهن هذا اللي هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يليق به المصابيح كما في كرة الموت فهذا الزيت يسمى الصليط لأنه يليق ويليق ويزيد الجلدة فالسكة من هذا النوع كلمة السلطان يعني السلطان وارع من العلم والحجة التي تكتب الجلد جلدة الحيرة والسكة لا الأسفل هذه العلاقة الأولية من التسليم والتسليم الفلوس وقيل هنا إنما سمى الحجة سلطانا لأنها السلطان هو إذا حصلت على إذا لحقت بما هجمت على الخلف فإنها تتسلط عليه تكون لها تأثير عليه لكن أكثر التسلط الحجة والبرهان إنما يكون على أهل العلم والفكرة هم الذين يتأثرون ويعون هذا يعني يكون السلطان عليهم هذا الأهل الدنيا
إما من أسفلنا في الدرك أو الدرك الأسفل من النار أو الطبق الذي في قاعده هدف والدرك والدرج إلا أنه يقال باعتبار الهجوم والدرج باعتبار الصعود وإنما يوصل بذلك لأنهم أثبت الكفرة المنافقون أثبت أنواع الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين قال الرازي وفي سبب أنهم لما كانوا ينهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يدخلون الكفار بذلك هذا من شدة أدواته المسلمين أنه لما أظهر الإسلام واحتمل في إظهار تعالى الإسلام فيتكلمون كان يستطيعون يتغلغلوا في ذات نفوس المسلمين ويطلعون على أسرارهم ثم يبلغونها إلى يعني أعضائهم من الكفار فكادت تتباعد المسلمة من هؤلاء المنافقين هل هذه الأسباب عوقبوا بذلك بأن كانوا في الدرك الأسفل من النار يقول عبد الأنباري أنه قال إنه تعالى أخبر عن آل فرعون بقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذه المنافقين بما في هذه الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فأيهما أشد عذابا فأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل يعني لا تعارض بين الأمرين بل هما مجتمعان في الفريقين الوصفان مجتمعان في الفريقين يعني تدخل آلة العين أشد العذاب فرعون وملأه أو آله يدخلون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار يدخلون أشد العذاب واضح؟ لأن الآية هنا لا يعني لا تقصر أشد العذاب في المنافقين يعني ليس فيها معنى أن يكون هناك أصناف أخرى من الكفار تكون أيضا في الدرك الأسفل من النار ويتمسك في ظهر هذه الآية وهو قوله تعالى أدخلوا آلة العين أشد العذاب فلا تعارض بل يمكن أن أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار يعني ما تكون في الدرك الأسفل من النار والله تعالى روى الترمذي عن الحسن قال عزة بن غزوان على منبر الكسرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من كثير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها يعني تظل تهوي لمدة 70 سنة ولما تصل إلى مستقرها وإلى قرارها وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أكثروا ذكر النار فإن قرها سديد وإن قعرها بعيد وإن مقامها سديد وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم وهو فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره ولم تجد له المسيرة أي ينقذهم منهم فيه ويخرجهم من أبي بن عمر إن الذين تابوا وأسلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إذا الذين تابوا يعني علم الله يعني الكفار الموافقون معه حجة كفرهم وحبهم إلا أن باب التوبة مفتوح حتى في حق هؤلاء إن الذين تابوا تابوا تاب الله عليهم إذا الذين تابوا يعني علم الله وأسلحوا أي أعمالهم واعتصموا بالله يعني وثقوا به بفرق موالاة الكفار وما هو ولينا الكفار كي يعني يعتصموا بهم وكي يهتموا بهم واضح فإذا وثقوا بالله تركوا موالاة الكفار وأخلصوا دينهم لله فلم يبق لهم منه تهجد ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه لا رياء الناس وما كانوا قبله فأولئك مع المؤمنين إشارة إلى الموصول أولئك الكثير فأولئك مع المؤمنين باعتبار التفاصيل بما في حي بالصلة وما فيه من معنى البعث فأولئك مع المؤمنين الكلمة أولئك إشارة إلى البعد يعني إشارة إلى يعني إلى بعد المنزلة وعلو الطبقة فسوف يرتقون إلى منازل المؤمنين إذا تابوا وحققوا هذه الشروط يعني بعلو رتبتهم بهذه الأمور وهي التوبة وإصلاح الأعمال
ونفقان بالله وإخلاص الدين لله. هذه كلها شروط توبة المنافق. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. أي بعلو رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون في درك من النار قبل عن الأسفل. لا يكونون في أي درك من النار قبل عن الأسفل الذي كان يستحقونه قبل تحصيل هذه الشروط. بل مع المؤمنين المستمرين مع على الإيمان بلا نفاق. فأولئك مع المؤمنين يرتفعون إلى أعلى مع المؤمنين في طبقات الجنان ولا يكونون لا في الدرك أسفل ولا في أي درك من النار. وقد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يعني ثوابا وافرا في الجنة لا يسابقونه فيه ويساهمونه يعني يكون لهم فيه سهما. وحدثت الياء في الخط هنا اتباعا للتضليل الياء في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين حدثت الياء من الاجواء من لان اصلها ايه وسوف يؤتي الله أيضا. فحدثت الياء في الخط اتباعا للتضليل لسكونها وسكون اللام بعدها مثل قوله تعالى يوم يدعو الداعي الى يوم يدعو الداعي الى العين بدون ياء وقوله سندع الزبانية يا أصدقائي سندع الزبانية وقوله ويوم ينادي المنادي وحدث الجاء من قوله ينادي المنادي ورحمها. فإن الحذف للجميع من فقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا للرسم والقراء يقفون عليه بدون واء اتباعا للخط الكريم يعني لو خط فإنك تقول وسوف يؤتي وسوف يؤتي فهذا يعني أغلب القراء يقفون هكذا بغير يعني عند اتباعا لإيه اتباعا للخط الكريم يعني خط القرآن الكريم إما يعقوب والكسائي وحمزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى الأصل فإذا وقف يقول وسوف يؤتي. قال الزمخشري فإن كنت من المنافق كنت هو في الشريعة من أظهر الإيمان وأكثر الكفر وأما تسمية من يتكف ما يفسق به في المنافقين فلست فكذب وإذا وعد أخلفه يأتي من أخر. فقيل لحذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال الذي يوصف الإسلام ولا يعمل به. وقيل لابن عمر نجهر على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال كنا نعده من النفاق. انتهى كلام الزمخشري. يقول القاسمي قول الزمخشري فريد تغليب وهو انه يعني المقصود ان يعني ان وصفه للنفاق انما هو للتغليب وهو بريء من النفاق. يقول هو ومثله لثلة من فضاح الحديث وغيره يشرحون مثل هذا الكتب بان هذا مجرد تغليب. وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله هذا الجواب لا يرتديه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتديه أدنى عالم أن ينسب إليه وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الجنبين. الإخبار بخلاف الواقع لأجل الجنب. طبعا هنا هو حاول أن يوقف العبارة جدا والعياذ بالله الإخبار بخلاف الواقع معروف ما من الذي يوقف في هذا الفعل الإخبار بخلاف الواقع هو أنا يعني فهذا يلزم من قوله إن هذه النصوص هي مجرد التغليل فقط ولا حقيقة لها. يلزم من ذلك أن الرسول حكاه عليه السلام أخبر بخلاف الواقع للتغليل يعني من ثم يعني استنكر يعني هذا المحقق يعني هذا الجواب عنه. وقال بعض المحققين عليك ان تقرا الاحاديث كما وردت لتبدو من معره الخطر والمخاطره وهو المخاطره بايه بهذا اللازم الذي يلزم من جوابه انه للتغيير فكان الرسول معاذ الله وحتى اذا يعني اخبر بخلاف الواقع لاجل الزجر يعني لهوش الناس لتهويش الخطر وهذا الكلام لا حقيقه له فهذا هو لا ينبغي ان يقبل ان يتفق اليه. وكما ذكرنا من قبل كثره مثل هذه النصوص تعمل عملها
ودفع المسألة في الطريق للمؤمنين، وأما تأويلها ويعني التكلم في تخريف معانيها فهذا يعني من الأسباب المخاطرة يعني. ثم قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال أبو سعيد: هو استئناف مفروض لبيان أن مدار تعذيبهم وجودا وعدما إنما هو كفرهم لا شيء آخر، يعني فهذا سيكون مقررا لما قبله من إثابتهم عند توبتهم، يعني كأن في قبل الكفار. ما يفعل الله بعذابكم أيها الكفار فأيها المنافقون إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم نعمه وآمنتم بالله عز وجل فإن مدار التعذيب وجودا وعدما هو على الكفر لا شيء آخر. فما استفهامية مثيرة للنفي على أدنى الوجه وأكده: ما يفعل الله بعذابكم، يعني أي شيء يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيبكم، أي شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى بعذابكم، أو تفكى به من الغيب، أم يدرك به الثأر، أم يستنجد به نفعا، أم يستنفع به ضررا، كما هو شأن الملوك. وهو الغني المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هو أمر يقتضيه كفركم، وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا زال ذلك الإيمان، فإذا زال ذلك الكفر بالإيمان والشكر انتفى التعذيب لا محالة، انتفى التعذيب لا محالة. وتقديم الشكر على الإيمان بما أنه طريق موصل إليه، فإن الناظرة لأن الشكر يوصل الإيمان، الشكر شكر النعم يوصلك إلى الإيمان، فإن الناظر يدرك أيام ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية، يتأمل في نفسه وفي الآفاق فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه وفي الآفاق، فيذكر شكرا مبهما ثم يترقى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى فيؤمن به. وجواب الشرط مشروط لدلالة ما قبله عليه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر منه تعالى المجازاة والثناء الجميل. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يكون في الكافية الثانية: وهو الشكور فلن يضيع سعيه لكن يضاعفه بلا حسبان. ما من عباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني، كلا ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن. هو أوجب الأجر العظيم الثاني، كلا ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن.